أكتوبر تاريخ لن ينسى في تاريخنا، في تاريخ الكنيسة القبطية، لكن للأسف تاريخ نقدر نقول إن هو مملوء بالدماء، دماء شهدائنا، شهداء ماسبيرو اللي كانوا طالعين لمجرد إنهم في منتهى السلمية خارجين عشان يدافعوا عن حق في بناء كنيسة، في كنيسة اتحرقت، حرقوها الأشرار وحرقتها أيدي الغدر، ولكن للأسف الشديد كان مصيرهم الموت، عقابهم علشان طلعوا يقولوا ان احنا لينا حق في ان احنا ناخد كنيستنا ولينا حق في ان احنا يبقى نعيش كمواطنين درجة أولى، كانت القتل والدهس بتاعت المدرعات. ودي يمكن كانت من الحاجات الصعبة جدا اللي احنا بنحتفل واحتفلنا ب 6 اكتوبر من كام يوم، لكن للأسف الشديد ان هذه الحادثة وقعت في تاريخ حكم المجلس العسكري. اذا من كانوا في الحكم وقتها اكيد بلا شك عليهم لوم، عليهم مسؤولية. إذا كنا بنقول برضو لازم يبقى في تحقيق علشان نعرف، طب لو مش انتوا المسؤولين، طب لو مش انتوا اللي اديتوا القرار بأن المدرعات دي تمشي، بأن المدرعات دي أصل هم كانوا بيسوقوها وهم مش واخدين بالهم أو متاخدين الموقف كان صعب عليهم، قال لك بانك وبالتالي دهسوا الأقباط. ده ما حصلتش حتى مع الإخوان اللي بيحرقوا ويبهدلوا البلد واللي هم فعلا ارهابيين دلوقتي، لكن سمعنا ساعتها المذيعة رشا مجدي في التلفزيون بتقول بيد من؟ بيد فئة من المواطنين، فئة ان الاقباط الحقوا الاقباط بيقتلوا الجيش المصري. طبعا يعني الحقيقة دي كانت هي دي العبارات اللي مش ممكن ان احنا ننساها، واستدعت المواطنين الشرفاء المسلمين عشان يقفوا بجوار الجيش المصري، عشان الجيش المصري اهو زي ما انتم شايفين في الصور دي كان القباط بيقتلوهم، عشان كده قال لك انا اسف يا دبابه واسف يا مدرعه، زي ما انتم شايفين القباط هم اللي كانوا بيقتلوا دلوقتي الجيش المصري. طبعا هنا احنا مش بنقول برضو، انا مش عايزه استخدم تعبير جيش، انا بستخدم تعبير مجلس العسكري. من كانوا في المجلس العسكري يحكمون البلد وقتها كان مين؟ الطنطاوي عنان مع الحفظ الالقاب يعني، وحمدي بدين، هم دول الثلاثه المسؤولين امامنا الى الان. لو انتوا المفترض ان هم برأة من هذا الحادث هذه المجزرة، من فضلكم افتحوا التحقيق تاني وقولوا لنا مين هو المذنب الحقيقي. لو في كلام بيقول اصل هم الاخوان اللي عملوا الحكاية دي، طب ما احنا عايزين نعرف، اثبتوا لنا بالدلائل واثبتوا لنا بالفيديوهات، لان احنا مش ناسيين ان انتوا عملتوا مؤتمر صحفي عشان تدينوا الاقباط يومها. كل ده مش فاكرينه، كل ده محفور في ذاكرتنا، بنحتفل وبنحيي وبنقول تحيا الجيش الوطني، الجيش العظيم اللي قام بحرب اكتوبر ونصر اكتوبر، وتحيا السيسي والفريق اول عبد الفتاح السيسي والانجاز العظيم اللي قام بيه بالنسبه لانه يعني ابعد الاخوان ومسح تاريخ ومسح وجودهم في المنطقه الفتره دي. ما علينا، ده كله كويس وبنحييه ونقدره تقدير جامد جدا جدا جدا، لكن لينا شهداء، لينا 23 شهيد ولينا مصابين، ومين عالم يمكن لسه في منهم بيتعالج لغايه النهارده، لان احنا بنلاقي لسه ناس من حادث كنيسه القديسين ما تمموش علاجهم للنهارده. فاحنا بنتكلم على واقع كان بدل ما الجيش المصري يحمي، ما انت هتقول لي اخوان، طب انت كان عليك دور انك تحمي المواطنين الاقباط من الاخوان لابسين لبس عسكري. ما احنا شفنا دلوقتي كذا وقع، وهتقول لي ما انتوا شفتوا قد ايه احنا ظبطنا كم ملابس من الجيش كانت بيستخدموها لهذه الجماعه الارهابيه. ماشي، انت كان وظيفتك ايه؟ واحد مش عارف زميله لما واحد يسوق المدرعه اللي احنا قلنا ان لا يمكن تتساق غير بامر من رئيسه، هتقول لي ان ده واحد جه بلبس بلبس اخوان جه بلبس الجيش وركبها؟ لا. مين اللي ادى القرار باطلاق نار؟ قلتوا لنا ان ساعتها ما كانش في نار وذخيره. لا طبعا، في ناس ماتت بالسلاح الحي وبالذخيره، في مندسين كان لازم انت تحمي الاقباط، ما كنتش تسيب العمليه لتوصل لغايه كده. وقت الحادث ده كلنا كانت مشاعرنا جياشه، كلنا كنا حزن، اتكونت مجموعات كثيره جدا للدفاع عن الاقباط، محامين متطوعين. ايه الوضع؟ فين المحامين دول دلوقتي؟ ايه اللي حصل بعد سنتين؟ ليه دايما في مصر بنحصل ان الدنيا تطلع 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 في اي حدث ايا كان قبطي او سياسي او اي حدث، ونبص نلاقي الدنيا تنزل تاني وكان مفيش حاجه حصلت، وصل الانسان نساي وبننسى ونعيش الحياه ونستمر، نيجي في الذكرى تطلع الأحداث تاني وبعدين تنزل تاني. طيب
ممكن نشوف حل للموضوع ده. ويا ريت فعلا، انا بتمنى ان اللي يكونوا معانا النهارده، يعني فعلا انا عايزه اركز على النقطه دي، بعد سنتين وانتوا كاهالي شهداء ما خدتوش حق شهدائكم، ما شفتوش مين القاتل الحقيقي، ما عرفتوش مين اللي كان ورا كل ده، مشاعركم ايه وناويين تعملوا ايه؟ ما تسكتوش، واحنا ما ينفعش نسكت، وبنطالب الفريق اول عبد الفتاح السيسي باعاده فتح التحقيق في هذا الموضوع، لانك ايها الفريق عبد الفتاح السيسي انت عملت عمل عظيم، بس كمل عملك. في مواطنين مصريين شرفاء ماتوا تحت المدرعات، ماتوا بايدي عناصر من عندك، مش زي ما كانت رشا مجدي بتحكي. وخلونا نسمع رشا مجدي كانت بتقول ايه، وافكركم قد ايه ان ده كل ما انا بسمعها صدقوني استفز جدا جدا لغايه دلوقتي، ان ايه ده، وفي الاخر اتثابت واتقال لك احنا بنقول اللي بيتكتب لنا. هو اتكتب لك ان انت تستدعي المواطنين المصريين المسلمين علشان يجوا يشوفوا الاباط اللي بيقتلوا الجيش؟ اتكتب لك ده؟ لا يمكن يكون اتكتب لك ده. انا ما اتكتبليش ولا كلمه من اللي انا قلتها لغايه دلوقتي، فبالتالي انا مش هصدق ان انت اتكتب لك ولا حاجه، لان معروف المذيع بيسترسل في حاجات كتيره جدا، وخصوصا لما بتبقى في احداث على الهوا ما بيكونوش لحقوا يكتبوا لك ايتها المذيعه رشا مجدي. حتى الان يمكن اكتر من 3 شهداء، 20 مصاب، وكلهم من جنود الجيش، وبايدي من؟ ليس بايدي الاسرائيليين او بايدي عدو، ولكن بايدي فئه من ابناء الوطن. وقد قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني بالحواجز الحديدية أمام مبنى ماسبيرو وإغلاق جميع أبواب المبنى لضمان عدم اقتحامه من قبل المتظاهرين. وأعتقد أن الصورة أمامكم الآن. اتقي الله انت، اتقي الله في مصر، اتقي الله انت. ده كان صوت جورج اسحاق طبعا، لان الجزء ده كان بيعرضوه، وبعد كده دخلت معاهم رشا وقالت لهم ان انا مذيعه وانتوا عارفين التلفزيون المصري، وبكده ان انا جالي الكلام ده مكتوب في ورقه، وبكده تم تبرئتها وهي تعمل لغايه الان. طيب اسامه هيكل اللي كان وقتها وزير الاعلام، مفيش حد أدين غير 3 جنود غلبانين، قال لك ان هم دول الجنود اللي كانوا بيسوقوا، والله اعلم برضو غلبانين ولا مش غلبانين، عشان بس ما اقولش تعبيرات مش مظبوطه. هم الجنود دول اللي شالوا الموضوع، بس قال لك قتل خطأ، وبالتالي اخدوا حكم مخفف. اذا كانوا برضو اتحكموا ما اتحكموش، انا عن نفسي عايزه اعرف النهارده، وعايزه اعرفكم مشاهدينا ايه اللي تم. فعاليات طبعا زي ما اعلنا ان في فعاليات كثيره جدا كانت لاحياء ذكرى الذكرى الثانيه لمجزره ماسبيرو. من ضمن هذه الفعاليات ما تم بالامس، وفي حاجات النهارده هنتكلم عنها، لكن بالامس كانت النهارده، خلينا نقول النهارده، وما اعرفش اذا كان وصلت لنا بعض الصور من امام مبنى التلفزيون مبنى ماسبيرو، الوقفه بتاعه الشموع، وكانت بمنتهى السلميه، فيش اي حاجه خالص، غير انه في بعض الكلام كده قال ان في هتافات من ناس، لكن عموما الخبر بيقول ان من المصري اليوم احتشد المئات من الشباب والقوى الثوريه مساء اليوم امام مبنى الاذاعه والتلفزيون لاحياء الذكرى الثانيه لشهداء ماسبيرو، حيث حملوا الشموع ورفعوا اعلام عليها صور شهداء الثوره، ابرزهم مينا دانيال، عماد عفت. يعني كمان فكرونا بالحاجات الباقيه، مش بس فكرونا بالمذبحه بتاعت ماسبيرو، لكن فكرونا بكل اللي ماتوا وقت حكم الحكم العسكري، وفكرونا بكل الناس اللي كان ليهم دور واللي كانوا موجودين باستمرار في الميادين، وبالتحديد ميدان التحرير. عماد عفت، عمر صلاح، جيكا، الحسيني ابو ضيف، يعني حتى اللي ماتوا كمان في الفتره اللي فاتت. شهد شارع كورنيش النيل تكدسا مروريا شديدا بسبب اعداد المتظاهرين، هتف مئات المتظاهرين يسقط حكم العسكر، ثوار احرار. هي دي بس اللي انا طبعا بعترض عليها، لان احنا قلنا قبل كده انه مش عايزين الشعارات اللي زي كده، والموضوع هنا احنا بنقول يعني نقول عايزين حقنا من المجلس العسكري، مش يسقط حكم العسكر، لان احنا قلنا الجمله دي كان الاخوان هم اللي طلعوها، فاحنا ما ينفعش ان احنا نقول وردد جمل رددوها الاخوان. هصور احرارا نكمل مشوار. ميري دانيال شقيقة الشهيد مينا دانيال قالت انهم يحيون ذكرى شهداء ماسبيرو وشهداء الثورة، مطالبهم المتمثلة في تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورط في قتلهم. دي بعض المشاهد اللي بنشوفها مشاهدينا من أمام مبنى ماسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ارتوى بدماء شهدائنا 23 من سنتين فاتوا، وإن المشهد كان في هذه المنطقة مشهد صعب جدا يرثى له، لكن بنقول أبدا لن ننساكم شهدائنا. كمان
من على هامش الاحداث دي كان بيقول انه في مناوشات تمت ما بين، بس انا بقول ان دول دي اكيد ما تمتش غير من مندسين، عشان المناوشات دي اللي كانت بين الاقباط وامن ماسبيرو، وبيقال انه جاء ذلك عقب اعتراض احد افراد الامن على السبابه الذي وجهه التي اللي وجهه المتظاهرين لقوات الامن خلال هتافاتهم. وزي ما بقول لحضراتكم انه هذه الهتافات، يعني انا لو حد من اللي كانوا واقفين هتف هتافات او شتم شتايم يبقى انا بلوم عليه جدا جدا، لو كان حد مندس يبقى اوكي، لكن ان احنا رايحين نحيي ذكرى شهدائنا الغالين علينا ولينا حق، ما ينفعش لو انا ليا حق لا اتعصب ولا اتنرفز ولا اشتم، الضعيف هو اللي بيعمل الحاجات دي، لكن انا ليا حق لازم ابقى قوي. رايحين كنا متفقين ان احنا هنقف بالشموع صامتين ونخلي الهنا هيتكلم، هيتكلم اكيد، وكل يوم بيثبت لنا التاريخ بيثبت لنا ده، ان ربنا زي ما وعدنا وقال لنا يعني انه فعلا الهنا بيدافع عنا ونحن صامتون، بس احنا بنعمل اللي علينا وبنطالب بحقوقنا، لكن ما بنسكتش ونقعد ونقول خلاص ربنا هيجيب لنا حقنا، لا لازم بنعمل اللي علينا. فايه اللي حصل؟ بيقال انه دفع المتظاهرين جذب شرطي الى داخل التظاهره والاعتداء عليه بالضرب، تدخلت قوات الامن لتحريره من بين ايديهم، تم الفصل بين الطرفين بسلاسل بشريه، طالبت قوات الامن المتظاهرين بالابتعاد عن مبنى الحراسه امام ماسبيرو والالتزام بالتظاهر بجانبي الطريق منعا لحدوث اي مناوشات خشيه من تطور الاوضاع ووجود مندسين. يبقى احنا هنا برضو الخبر ذكر انه ممكن يكون في وجود مندسين. في برضو يعني مظاهر تانية، ان ناس حرقوا سور الطنطاوي والشعب يريد اعدام المشير، كانت اشعلت وقفات ماسبيرو. طب المشير طنطاوي بنفسه لما بيشوف الحاجات دي يا ترى حاسس بايه؟ هل حاسس بان كان عليه مسؤوليه وقتها ولا لا؟ هل حاسس بان 23 من الشعب المصري اللي كان هو بيقود مسيره الشعب المصري في وقتها اتدهسوا تحت مدرعات الجيش، حاسس بايه؟ وزي ما بنقول دايما لو انت حد من قرايبك، لو حد من ولادك حصل له كده هتقف ساكت ولا هتحس بنفس الاحساس اللي الناس دي حسوه وحاسينه؟ في مسؤولية بتقع على هؤلاء الثلاثي، مشير طنطاوي، سامي عنان، حمدي بدين. المسؤولية دي لا يمكن إنكارها، عايزيننا نصدق إن مش هما، هتقولنا مين؟ ببساطة شديدة جدا واعلنوها بكل قوة وقولوا لنا إن ده كان الإخوان هما اللي مرتبين الحادث ده، يعني اقنعونا. ولو ان انا مش قادره يعني اقتنع ايضا، يعني كان في مشاهد وان في ناس ونازله بالسكاكين وما الى غير ذلك، وان انا عارفه والحقد والدنيا وانه المتاسلمين دول وكل ده، بس المدرعات اللي دهست اللي شفناها كلنا واللي اتذاعت في كل العالم، ما ينفعش ان المدرعات دي تقول لي كان واحد اخواني سايقها، وما ينفعش انك تقول لي اصل هو كان سايقها وما كانش عارف يسيطر وسط المتظاهرين، ده الفيديو بيقول لنا ان هو رايح وبيتهسهم. فبالتالي من حقي كمواطنة مصرية ومن حقنا كلنا ان احنا نعرف مين السبب، ومن حقنا ان انتوا تقولوا لنا وتخضوا عقولنا بالعقل مين اللي عمل كده. يعني صعب، صعب قوي ان احنا نقتنع باي سيناريوهات غير اللي احنا بنشوفه بعنينا، صعب جدا. وكانوا قايلين ثلاثة ومش ثلاثة، هو كانت قال ان هو حد بس من الشرطة اللي من الجيش اللي مات ساعتها. طبعا الكلام اللي كانت بتقوله الأخت رشا مجدي دي كان كله كذب في كذب. وفي طبعا يعني انا مش عايزة يعني اتكلم اكتر عن اللي حصل عند ماسبيرو. كان في اتحاد شباب ماسبيرو كان بيقول ان احنا كنا عارنين عن مسيرة وبعدين لغيناها، وكانوا بيقولوا للناس ما تروحوش عند ماسبيرو، لكن كانت الدعوة انه الذهاب كان هيكون بالشموع وبالملابس السوداء وبوقفة صامتة. كون تطورت الامور لاشياء احنا مش حابينها، انا معرفش ليه حقيقة. في كمان انه في احداث حصلت في الاسكندريه، والتعليق على الخبر بيقول انه واضح الاخوان كان كالعاده اندسوا وهتفوا ضد المجلس العسكري الحالي اللي هو يسقط حكم العسكر. انسحب ممثله حركه اتحاد ماسبيرو من الوقفه اللي كان منظمها عدد من القوى السياسيه بالاسكندريه امام مكتبه الاسكندريه، وعندنا بتهيالي فيديو خلينا نشوفه طيب مع بعض، لانه ده واقعه تانية حصلت عند في الاسكندريه عند مكتبه الاسكندريه. اتحاد شباب ماسبيرو مسحوب من الوقفه ديت، ساحب نفسه من الوقفه دي، وشكرا لينا يا جماعه، شكرا شكرا شكرا.
نأتي مع حضراتكم لبعض التصريحات من بعض الطيارات، طيار الشعبي، مبادرة مصرية، وممكن نعرض أيضا مشاهد أخرى من هذه المجزرة تعليقا على الأحداث. وبعد مرور سنتين الطيار الشعبي في ذكرى مذبحة ماسبيرو بيقول يجب محاسبة كل متسبب في إسالة الدماء. طالب الطيار الشعبي المصري في الذكرى الثانية لمذبحة ماسبيرو بالقصاص للشهداء الذين سقطوا منذ أول ثورة 25 يناير وحتى الآن، مشددا على ضرورة النص على العدالة الانتقالية في الدستور، وأن تكون الأولوية هي تشريع قوانين لمحاسبة كل من تسبب في إسالة دماء مصريين وإزهاق أرواحهم ونهب أموالهم وكل الجرائم التي ارتكبت في حقهم بما فيها طبعا مذبحة ماسبيرو. المبادرة المصرية بتقول عامين مروا على ذكرى مذبحة ماسبيرو والعدالة ما زالت غائبة. استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما وصفته بغياب العدالة في الذكرى السنوية الثانية لمذبحة ماسبيرو، والتي أسفرت عن مقتل 25 مواطن ووقوع العشرات من المصابين خلال المسيرات اللي نظمتها حركات قبطية وسياسية اعتراضا على حرق كنيسة ماري جرجس بالماريناب بأسوان عام 2011. حملت المبادرة في بيان صدر عنها اليوم سلطات التحقيق والنيابة العامة مسؤولية مرور عامين دون إنصاف الضحايا وتطبيق العدالة، بالإضافة إلى تجاهل مطالب المحامين في القضيتين باستدعاء القادة الميدانيين للقوات المسلحة وقت الأحداث والمسؤولين عن إعطاء الأوامر بالاشتباك مع المتظاهرين للتحقيق معهم. اللي احنا شفناه وقتها كان بالظبط زي ما انت النهارده كان داخل عليك الارهابيين الاخوان وبتدي اوردر، يعني ده ما خدش اوردر ان هو يقتل، ان هو يضرب كده بالمنظر ده، وانه بيقال ان كان في ناس عشان يمشوا يهربوا من المشاهد نزلوا في النيل، بيقال كده. فانت لا يمكن انك تقول لي ان الناس دي كلها والبانيك اللي جه للي سايق، خلينا نقول ان الراجل جاله عذر ذعر وجاله حاله نفسيه صعبه، يعني ما كانش واخد اوردر عشان يعمل كل ده. ازاي يا جماعه؟ يعني ازاي في تاريخ المؤسسات العسكريه لا يمكن ان تتحرك مدرعه بدون اذن القائد؟ لا يمكن، ولا يمكن أن يستطيع أن يقود المدرعة أي شخص غير متدرب على قيادتها، لا يمكن. إذن حطوا الحاجات دي كلها جنب بعضيها وقولوا لنا مين اللي إدى الأوامر، مين اللي إدى الأوامر، لأن هو ده المسؤول الأول. دم هؤلاء في رقبته، وأنا أثق أنه مش ممكن يكون بينام الليل مرتاح، لا يمكن. اللي إدى الأوامر واللي شارك في هذه المذبحة أيا كانوا مين، بس احنا شايفين الجيش، شايفين مجلس العسكري، شايفين جنود المجلس العسكري وجنود من الشرطة هو باللبس الأسود، هم اللي عملوا كل ده. يعني حتى لو قلنا ان الأقباط كانوا زودوها في شعارات او اي حاجة، ما كانش معاهم أسلحة، ما كانش معاهم أسلحة. ولما تيجي تقولي ان احنا مسكنا ناس وحكمناهم علشان من الأقباط كان معاهم أسلحة، ليهم حق. لما يشوفوا اخواتهم بيدهسوا تحت قدام عينيهم، تفتكر انه هيقف ويصلي وهيقول يا رب تعالى بقى انزل، ولا هيبتدي يعمل الدور اللي عليه؟ انت لو شايف اخوك في اي مشهد هتعمل ايه؟ هتقف وتتحرك وتعمل اي حاجة؟ انت شايف اخوك بيتقتل قدام عينيك، محدش يقنعني ان في اللحظات دي هيجي واحد بقى ويقول لك اصل انتوا ما انتوا خرجتوا عن مشاعركم، ولا انتوا الايات اللي انتوا بتقعدوا ترددوها. ما ينفعش يتقال لي كده. موقف زي ده كل اللي كانوا واقفين اكيد اكيد لو انا واقفه معاهم هعمل كده برضو، هتجنن، همسك اي هعمل اي حاجه. انا شايفه ناس بتقتل اخواتي جنبي، شايفه دم، شايفه بيدهسوا، شايفه مخ واحد طلع بره، تفتكروا هعمل ايه وانا جايه بمنتهى السلميه؟ قلنا أطفال ونساء وناس كبار في السن، كل دول كانوا في المسيرة، ما كانش في حد عنده نية أي حاجة خالص نهائي. وبالتالي من حقنا نعرف بعد سنتين، وسنتين كفاية بتهيألي، نتمنى أنه يجي ونسمع قرار بفتح التحقيق مرة تانية.
الفعاليات اللي كانت في كنيسة سمعان الخراز بالمقطم الحقيقة أيضا تحصلنا، جاءت لنا بعد بعض الصور فعاليات إحياء الذكرى الثانية لشهداء مسبيرو في دير القديس سمعان الخراز، وكان في دي كانت بدعوة من اتحاد شباب مسبيرو، مؤسسة شباب مسبيرو، وإنه اللي هم أعلنوا إنه الفعاليات هتكون في الوقت ده. أنا بس عايزة صور للناس هناك، شكرا. اللي عملوه طبعا إن هم كانوا في احتفالية صلاة وطلب لتدخل إلهنا، لأن إحنا لسه ما خدناش حقنا في هذه المجزرة. وكان من بين الحضور محمد أبو حامد النائب البرلماني السابق، توفيق عكاشة، سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، وشهندة مقلد الناشطة السياسية، مارجريت عازر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، وأيضا المستشار أمير رمزي. كان كل دول متواجدين مع بعض الكهنة زي ما حضراتكم شايفين، ويعني كانت يعني فكرة هذه الفعالية لإحياء الذكرى الثانية وأيضا الصلاة وطلب التدخل من إلهنا السماوي. بفكركم بحاجة كانت حصلت وقتها وقت الأحداث دي، بس احنا بنفكر الإخوان أكتر. الإخوان كانوا طلعوا بيان، وانا حاشك كده انه ممكن يكون ايد عصام العريان في البيان ده، لانه كان برضو كل حاجه بيقول لك استنوا البرلمان البرلمان البرلمان. كانوا بيقولوا ايه يومها؟ طلعوا بيان يومها بيدينوا الاقباط، وقالوا، ودي كانت مع الادانه اللي كانت بالجمله بقى، كانت كده اللي بيسموها بالوبا، يعني اللي هي بالجمله بقى كله كان بيدين الاقباط، الاقباط مقتولين ومذبوحين ودمهم سايح ومالي الارض، وكانوا سلميين بس بالهوجه بقى كله بيدين الاقباط وقتها. قال لك ان المطالب المشروعه لها قنواتها ولها طريقتها ولها وقتها الذي يناسبها، والشعب المصري كله له مطالبه المشروعه وليس الاخوه الاقباط فقط يقيننا. وايضا بيقولوا كده، وليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبه بها، فالحكومه الحاليه حكومه مؤقته والظروف العامه غير طبيعيه، وحتى لو صدرت مراسيم بقوانين فسوف يعاد النظر فيها فور تشكيل البرلمان المنتخب، فالحكمه تقتضي الصبر والتاني. تحرق كنيستي واتمنى واصبر واتأنى علشان هيجي مجلس شعب هيروح باعت لي لجنه تعاين الامر وتقول ان مفيش حد وان المسيحيين هم اللي حرقوا كنايسهم وزي ما حصل دلوقتي. مش هو ده كان كلامك؟ فانا هستنى كنت البرلمان اللي كان هيحل لي مشكله كنيسه الماريناب. وقال لك بقى انه يعني الحكمه تقتضي الصبر والتأني وانتظار الحكومه المنتخبه من الشعب التي تستمد شرعيتها منه وتدين بالولاء له، تدين بالولاء له وتطلب بمطالبه العادله والمشروعه، لا سيما ونحن على اعتاب الانتخابات الحره التي طالما تطلعنا اليها، فينبغي التعجيل باجرائها للوصول بالبلاد لحاله الاستقرار والشرعيه الشعبيه والدستوريه واقامه حياه ديمقراطيه سليمه. دلوقتي بتجرب احداث ماسبيرو على فكره، اللي قالوا الكلام ده قاعدين مالين صفحاتهم ان يقبض، انتوا حقكم ما خدتهوش، حقكم ما خدتهوش من العسكر، هتعملوا ايه؟ فاحنا بنقول لهم انتوا فاكرين انتوا قلتوا ايه؟ ما تتاجروش بقضيتنا، احنا قضيتنا نتكلم عنها، تاجروا انتوا بقى بمواويلكم مواضيعكم، واتكشفتوا كل حاجه بانت واتكشفت، كان كلكم كل هدفكم تمكين، لا كان هممكم اباط ولا مصريين ولا وطن ولا اي حاجه، فبالتالي ما تحاولوش يعني ايه تطلعوا لنا كده كلام وتقعدوا تكتبوا على الصفحات انه بتفكرونا، يعني احنا مش ممكن ما نسيناش على فكره. ف يعني الحقيقة أنا مش قادرة أفهم يعني إيه اللي ممكن نقوله. بالأمس بقى نقابة الصحفيين أحيت ذكرى شهداء ماسبيرو مطالب لمحاكمة قيادات المجلس العسكري السابقين، مشير طنطاوي، سامي عنان، حمدي بديل. نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين لقاء أمس الثلاثاء لإحياء ذكرى مذبحة ماسبيرو. حسن بدري منسق حركة مينا دانيال وصف دهس المتظاهرين العزل بأنه جريمة حرب ارتكبها جنرالات مبارك وتورط فيها التلفزيون المصري بالتحريض المباشر على قتل المسيحيين العزل أمام ماسبيرو. بشكر أستاذ حسن بدري، وده الوصف إن هو اللي حصل، إنه جريمة وتورط فيها التلفزيون المصري. عبرت دانيال شقيقة مينا دانيال عن حزنها لمرور عامين على مذبحة ماسبيرو دون تحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء. قالت: شعرت بالحزن والألم عندما شاهدت المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقت المذبحة يشارك في مقدمة الحضور باحتفالات 6 أكتوبر. وعندنا بتهيألي مشاهد من لميري دانيال من النقابة، وأيضا مشهد وجود يمكن احنا معلقناش في وسط الاحتفال وقلنا هيجي لها وقتها. أنا كنت عارفة أن احنا كمان كام يوم هنعيد الذكرى الثانية لمجزرة ماسبيرو، وهنقول الكتير اللي قالوه وعلامات التعجب والاستفهام لوجود المشير طنطاوي. خلينا طب نشوف هذا الفيديو مع بعض. احنا والحقيقة تلاقوا أنه قاعد مش فرحان، قاعد مش واحد رقم 17، قاعد مش واحد
يعني بيحتفل بنصر. عشان كده بقول لكم الناس دي اكيد اكيد ما يعني ما بتنامش الليل مرتاحة. بصوا منظره يعني حد مكبوت مكبوس، حد بصوا المشير عفوا يعني ان شاء الله ياخدها بقى المشير فريق اول لعبد الفتاح السيسي، قد ايه الضحكه والدنيا. والمشير طنطاوي ماسك فيس، فيس وجه يعني بيعبر عن انه هو مش مرتاح في القعده، لانه ما كانش مفروض انه يشارك. هو شارك انه شارك في حرب اكتوبر، بس في مجزره ومجازر كمان، احنا مش ناسيين محمد محمود وحاجات كتير حصلت في عهد المجلس العسكري محدش اتحاسب عليها لغايه دلوقتي. فبالتالي الحاجات دي اعتقد ان محتاجين ان احنا يعني لازم 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 نقف عندها. طيب احنا معانا يعني هنبتدي نتلقى تليفونات، بس انا عايزه معلش قبل ما اخد التليفون معايا بستأذن معلش معايا على الخط، هنشوف بس الجزء بتاع ميري دانيال في نقابه الصحفيين. طيب هو اعتقد انه كان بيقولوا لي ان الصوت مش كويس. عموما يعني ان الكلمه اللي قالتها ميري والكلمه اللي قالها الاستاذ حسن بدري كانت واصفه جدا للاحداث في الجزء اللي كان في طبعا يعني نقابه الصحفيين احياء ايضا للذكرى ومطالبه بالقصاص. معانا ومع حضراتكم الاستاذ روماني. استاذ روماني برحب بحضرتك معانا. استاذ روماني ايوه اهلا بيك استاذ روماني. ازي حضرتك استاذ روماني؟ حضرتك قريب مين من الشهداء؟ معلش ايه استاذ روماني حضرتك قريب احد الشهداء مش كده؟ ايوه والدي الشهيد شحات خالد. طيب اهلا بيك استاذ روماني. وابنه ابن الشهيد شحات، شحات ولا شحاته؟ شحات ثابت 45 سنة، واحنا برضو معانا صورة الشهيد. طيب احساسك ايه استاذ روماني بعد مرور عامين وانه لم تأخذ القصاص لوالدك ولا لكل اخواته الشهداء اللي توفوا هذا اليوم؟ استاذ روماني، استاذ روماني ممكن معلش استأذن حضرتك تسمعنا من التليفون وتبعد عن التلفزيون من فضلك. الو ايوه استاذ روماني. استاذ روماني من فضلك بس بستاذنك تبعد عن التلفزيون تسمعني فقط من التليفون معلش. ايوه حضرتك سامعني؟ سمعت سؤالي؟ ايوه. لا مش سامع حضرتك. طيب انت دلوقتي سامعني؟ ايوه كده سامع. طيب طبعا يعني البقية في حياتكم وبنقول دايما فاكرين كل الشهداء، ويعني عايزين نعرف مشاعركم وبعد مرور عامين بدون قصاص. والله يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس يعني احنا فقدنا حاجه كبيره من مننا، بس ما يغلاش على ربنا. تمام. ما يغلاش على ربنا. عندك كام سنه يا روماني؟ عنده 45. لا انت؟ انا عندي 25. طيب وكم واخواتك عندك مين تاني اخوات؟ عندي اخت 27 واخ 23 واخت 16. يعني اربع اولاد تركوا عائل الاسره، ويعني للاسف الشديد في هذه المجزره استشهد في هذه المجزره. طيب انتوا عملتوا ايه روماني من وقتها لغايه النهارده بالنسبه لحق والدك؟ بصراحة ما فيش جديد، ومن ساعتها ما يعني ما فيش، ما نعرفش ايه اللي تم في القضايا. ليه ما تعرفوش؟ مش انتم موكلين حد من المحامين؟ في كان الاستاذ رمزي، نبيل ايهاب رمزي. ايهاب رمزي؟ ايوه رمزي. وفي الصفار والدخيل. تمام.
طيب مش على تواصل معاهم نعرف ايه اللي تم، وانه احنا عايزين نعرف، عايزين اعادة فتح المحاكمة التحقيقات تاني، وانه يعني الكلام ده كله اعتقد محتاجين ان كلكم كأسر شهداء تطالبوا بيه، وان اللي احنا نعرفه ان المحامين دول من اول وغيرهم تاني من اول الحادث والمجزرة، وهم قالوا ان احنا متطوعين كمان، لانه يعني لغاية وهنفضل نحارب لغاية ما ناخد حقوقنا. يا ريت ربنا يفتح، بس طب يعني ما هو على مش ما يا ريت احنا بس نقول، يا ريت انتوا كمان كلكم تفضلوا تتحركوا وتفضلوا تطالبوا، ولا يضيع حق وراءه مطالب. انتوا ليكم حق في انه المسؤول عن هذه المذبحة ياخد جزاءه. هل انتوا كده مرتاحين انه 2 أو 3 من الجنود اللي اتقال انهم كانوا سايقين المدرعة اتحكموا حكم مخفف وقال لك انه قتل خطأ؟ فعلا هم حكموا حكم مخفف، وده قالوا فعلا قتل خطأ. ايوه، يعني انتوا خلاص كده مرتاحين لهذا القرار، ولا محتاجين ان يتحقق اكتر، ان تتفتح التحقيقات؟ يا ريت التحقيقات لو اتفتحت تاني يا ريت، بس يعني مفيش حاجة بإيدينا نعملها دلوقتي. تطالبوا بده يا روماني، تطالبوا بده انتوا وكل اسر الشهداء الحقيقة. يعني احنا بنطالب على الهوا، لكن مهم جدا تحركاتكم انتوا مع المحامين دي تاني، وبتحيوا الدنيا من تاني، والقضية تخرج للنور مرة اخرى. طبعا يعني ربنا يكون معاكم. انا عارفة انه يعني زي ما بنقول صعب فقدان عائل الاسرة وانتوا 4 اخوات، لكن زي ما بنقول اكيد ربنا ما نسكوش في كل الفترة دي يا روماني. أكيد فعلا ربنا ما بيرتاش أي حد. في حاجة معينة حاسس بأن ربنا وقف معاكم قوي بعد وفاة والدكم الشهيد شحات؟ يعني الحمد لله كفاية ربنا فاتحها معانا، بس الحمد لله، دايما ربنا يسترها معانا جميعا. تعيشوا يا وتفتكروا. رب. وبشكرك جدا، وتحياتي لكل الأسرة. الله يخلي حضرتك. بشكرك جدا أستاذ روماني شحات. طبعا يعني بصوا الكلمة اللي قالها، يعني أهم حاجة إن ربنا ساترها معانا. متصوروش صعب قد ايه صعب ان مرة واحدة يلاقوا عائل الأسرة المكونة من 4 أطفال والأم، وما لهمش حد تاني يعولهم يعني، لكن ربنا موجود طبعا، وربنا ما بيسيبش أي حد، وده أكيد يعني، ده أكيد يعني. ف هنفضل نطالب، وزي ما قلت أنا بوجه الرسالة لكل اللي سامعيني وشايفيني من أسر الشهداء دلوقتي، ما ينفعش أنا بس أقول أو أي إعلام يقول، أنتوا لازم تتحركوا تاني، وتحركوا لانه ده حقكم انتوا. لو انتوا ما اتحركتوش محدش تاني هيتحرك. يعني مش هنطالب حركات، ولا نطالب محامين، ولا نطالب حد. انتوا كأسر الشهداء عليكم المسؤوليه دي، ان انتوا تفضلوا تحاربوا من اجل ان انتوا تاخدوا حقوقكم، حقوق اسركم من الشهداء، حقوق الغاليين عليكم اللي استشهدوا، اللي استشهدوا في الحادث ده. طيب احنا يعني كان عندنا برضو فيديو تاني لميري دانيال من وكالة مسيحي الشرق الأوسط، معرفش برضو إذا كان يا ترى جاهز معانا ولا لأ. وبالنسبة للفعاليات اللي هتكون الجمعة إن شاء الله، ودي الفعالية الثالثة، احنا اتفقنا إنه كان في شموع النهاردة إحياء في يوم الذكرى اللي كانت عند مسبيرو، كمان الاحتفالية اللي في دير سمعان الخراز، وأكيد طبعا إن شاء الله يكون يوم الجمعة عندنا يعني فيديوهات وتغطية أكتر لهذه الاحتفالية، وإن شاء وكمان كان عند يوم الجمعة القادمة بإذن الله هيكون في القداس السماوي الأنبا رفائيل، هيتقدس القداس الذكرى السنوية لشهداء مسبيرو، وده على لسان القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، قال إنه الذكرى السنوية الرسمية للكنيسة اللي هتحييها هتكون يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2013 الساعة 7:30 صباحا بكنيسة رئيس الملائكة مخائيل بمدينة 6 أكتوبر بمنطقة ابني بيتك. سيشارك في الصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا روفائيل سكرتير المجمع المقدس، ونيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، وبعد القداس الإلهي وفي تمام الساعة 1 ظهرا هتكون في احتفالية للشهداء بالكنيسة.
ده الفعالية الثالثة. بالنسبة كانت الأمس دي كانت طبعا، وكل البيانات اللي خارجة من سواء زي المنظمات الشخصية أو حقوق الإنسان أو التيار الشعبي طبعا دي كلها، وكان من ضمن أيضا الاحتفاليات أو الإحياء الذكرى كان طبعا اللي حصل بالأمس بالنسبة لنقابة الصحفيين. خلونا مع بعض نشاهد ومع حضراتكم من وكالة مسيحية الشرق الأوسط MBCN كان لقاء مع ميري دانيال، وبيتمحور أيضا نحو أنه سنتين ما جالناش حق الشهداء. نشوفه مع بعض. لحد الآن حقهم ما جاش أصلا، لحد الآن الثورة ما حققتش أي أهداف. أبسط شيء من تحقيق أهداف الثورة هو العدل. لحد الآن ما تحققش العدل، لحد الآن لسه العدل مفتقدين، ومفيش عدل. طنطاوي كان بيحضر احتفالات انتصارات اكتوبر. طنطاوي هو يعني اللي حصلت على ايده المذبحه، مذبحه ماسبيرو ومسرح البالون ومجلس الوزراء ومحمد محمود، والناس دي كلها ما زالت بتستمتع بالحياه، واحنا فقدنا اولادنا. فلحد الان لسه حلم مينا لسه ما اتحققش منه اي شيء، لا حلم مينا ولا حلم كل الشهداء. الان مفيش رؤيه واضحه، لحد الان لسه الرؤيه معتمه، لسه مفيش حاجه نقدر نقول ان هي بدانا نحقق فيها خطوات جيده غير سقوط الاخوان فقط لا غير. لكن حطينا ايدينا على هدف او حققنا هدف او حطينا رجلينا على اول درجه من درجات السلم في اهداف الثوره، لا ده ما حصلش. يعني ابسط حاجه كان يحقق مع الناس دول القتله والناس المجرمين اللي سالت على ايدهم دماء كثيره جدا، هقدمها لعدل منصور والسيسي والناس اللي القيادات المسؤوله حاليا دلوقتي، هقول لهم حقنا فين. يعني ابسط حاجه ان هم يثبتوا لنا حسن نواياهم ويحاكموا لنا الناس اللي قتلوا ولادنا، ده ابسط حاجه، ابسط حق من حقوقهم. اكيد يعني اكتر حاجه اتحققت ان كسروا حاجز الخوف، بنقدر نطلع نعبر عن راينا ونقول اللي احنا عايزينه. ما فيش يعني هو فيش حاجه لسه لحد الان، لسه الفقير بيزيد فقر ولسه الناس جعانه ولسه 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 ولسه. ما فيش لا العداله اتحققت ولا فيش ولا العداله الاجتماعيه ولا العيش ولا الحريه ولا كل ده اتحقق. شهداء ماسبيرو مصريين، هما بيلعبوا على قصة الفتنة ومش الفتنة، بس هما مصريين للدرجة الأولى، وده المفروض إن احنا نشتغل عليه. احنا نشتغل على إن احنا كلنا مصريين، بس بلاش التصنيفات، ده مسيح وده مسلم وده مش عارفة كافر وده ملحد والقصص دي اللي بيتوهونا فيها. لا، هما بيتوهونا عن الحقيقة اللي احنا لازم نشتغل عليها، إن احنا كلنا مواطنين مصريين فقط. ده انا صراحه اقول له يا بختك، وكان نفسي يبقى معايا. يعني انا بحسده بجد. يعني انا اكتر حاجه بعتب عليه فيها ديان منه قوي ان هو ما خدنيش معايا. مينا دانيال يمكن كان من الاسماء اللي اتذكرت كتير، لانه ما كانش بس في المظاهره كقبطي لكن كمصري ثوري، لدرجه انه اطلق عليه جيفارا مصر. ومينا دانيال أو جيفارا مصر كان طالب في كلية التجارة بالجامعة المفتوحة بعد حادث نجا حمادي، شارك في مظاهرة قوية في ميدان التحرير، وبعد حادث كنيسة القديسين ذهب إلى الأسكندرية لمشاركة أهالي شهداء كنيسة القديسين في أحزانهم. مينا كان بيشارك في كل المظاهرات والاعتصامات اللي كانت بتنادي بالحق. يوم 9 أكتوبر مينا كان رايح مع خطيبته كاترين إلى دوران شبرا، وكان بيوصي صديقه توني أنه يبتعد عن ساحة ماسبيرو مع إخواته البنات ماري وشيري. تمت إصابته بطلق ناري وكانت من أعلى الصدر، أدى ذلك لتهتك الرئة والكبد والأحشاء الداخلية. وكان مينا بيوصي أصدقائه أنه يخرج في مسيرة قبل دفنه من ميدان التحرير، وخرج بالفعل في مسيرة من ميدان التحرير وبعد الصلاة عليه، وتوجه إلى مسواه الأخير حيث دفن في مقابر الشهداء بمدينة 6 أكتوبر. وعشان كده إحياء الذكرى أيضا السنوية الثانية في كنيسة الملك ميخائيل بمدينة 6 أكتوبر. سنظل نذكركم مينا وكل شهدائنا اللي استشهدوا في هذا الحادث الأليم، ولا يمكن أن ننساكم، وهنفضل نطالب بأنه فعلا فعلا إن شاء الله ناخد حقكم كلكم بإذن الله.
طيب ده كان بالنسبة طبعا لهذه الأخبار. أنا سمع أن كان في بعض المشاهدين معانا حابين أنهم يشاركوا في إحياء هذه الذكرى، وأنا برحب بحضراتكم. يعني كان سألوني أنه هل ممكن نستقبل تليفونات ولا لا، وأنا برحب بتليفونات حضراتكم لأنه يمكن دي المناسبة اللي أكيد كلنا عايزين نقول فيها كلام يعبر عن اللي جوانا بعد مرور عامين على هذا الحادث وعلى هذه المجزرة. فيعني أهلا بكم يعني في خلال الفترة الأولى. بفكر حضراتكم إن إحنا بعد الفاصل مباشرة هيكون عندنا تغطية لأحداث سوريا اللي بتمت خلال الأسبوع الماضي كله، وإن شاء الله هيكون معانا زي ما إحنا متعودين فترات طويلة بيكون معانا الأستاذ جوني عشي الناشط السوري، وده هيكون بعد الفاصل. معانا أيضا دلوقتي الأستاذ وائل صابر أخو الشهيد أيمن صابر، برحب بحضرتك استاذ وائل. ايوه اهلا بيك يا استاذ وائل. سمعت كلامي مع روماني ابن الشهيد شحات يا ترى؟ انا ده بس يمكن عايز طيب اللي احنا بنحاول نركز عليه النهارده في حلقتنا استاذ وائل، انه هل انتوا طالبتوا تاني بفتح تحقيقات، والمفترض انه انتوا اللي طالبوا بده وتسعوا ورا ده تحيوا الموضوع تاني مع مجموعة المحامين وطالبوا بده، هل في أي خطوات تمت في هذا الحيال؟ هو في طبعا تحيات، يعني في التحيات الأولانية اللي كانت مقدمة المستشار عبد المجيد محمود دي كان تم عزلها، كان ماسك التحيات ساعتها المستشار صلاح محمد. تمام؟ فالتحيات دي كانت اتقفلت، وطبعا بعد التعليم المستنصف طلع بعد سنتر قدم يعني حد من الاواضي مش هتتفتح او تحقيق مش هتتفتح غير بدون قدم جديده. فقدمنا الاسئله الجديده مجموعه فيديوهات منهم فيديو اتعملت عليه ضجه جامده اتنشرت في الفتره دي. الفيديو اللي نزل السنه اللي فاتت مش كده؟ كان في نزل علينا كده فيديو السنه اللي فاتت وقال لك انه ما لم تشاهدوه في مجزره ماسبيرو، وكلنا كنا متعجبين لانه فعلا كانت مشاهد بتذاع لاول مره ولا نعلم مين اللي سرب هذا الفيديو. تمام. هذا الفيديو يعني بيقول جدا على كان على اوامر من القاده بفقر وتواصل مدرعات. ده كان دليل ادانه. طبعا بعد تقديم الفيديوهات دي مجموعه اخرى تم جمعها من قبل الاتحاد ومجموعة من المحامين العجيبات. طبعا الحاجات قدمناها للاستشارة طلعت محمد. المفروض كان اخر حاجة هنوصلنا لها ان هتكون لجنة هتتعمل فيها تكتب بفرد الفيديوهات او بصمتها. دي كان اخر صبر. ده من امتى يا استاذ وائل؟ يعني الكلام ده كله من امتى تقريبا؟ عدى عليه قد ايه دلوقتي؟ الكلام دوت من قبل عزل موسي، يعني حوالي شهرين او ثلاثه. طيب حلو قوي. ودلوقتي اتعزل مرسي اهو ودخلنا في غير حكم اخوان، لانه ممكن الاخوان هم اللي كانوا معرقلين كل ده، علشان هم كان وقتها بيقولوا الجيش والشعب ايد واحده، وطبعا يعني كانوا مش عايزين يبينوا اي حاجه يعني عموما. فالجديد نعم لسه في معلومه لسه وفيات النهارده من تواصلنا مع بعض المحامين المفوضين الامريكيه والتحقيقات بالتنقص. يعني قال لي التحقيقات هتشتغل الاسبوع القادم. أنا مش مفسرة الصوت قوي يا أستاذ وائل، يعني بالراحة، بس أنا مش ما سمعتش آخر جملة. إن مع المحامين قالوا لك إيه؟ بقول لحضرتك مع بتوعي مع السادة المحامين، كان في اتصال مع أستاذ عاطف المحامي لسه النهاردة، بيفيد إن التحقيقات هتستكمل القادم، يعني هتستكمل التحقيقات مستشار فاروق حمادة هيستكمل التحقيقات الفني. يعني بما معناه ان ده خبر حلو، التحقيقات هتتفتح تاني؟ اه طبعا، بس ما كانتش اتقفلت، يعني التحقيقات ما كانتش اتقفلت بعد الادله اللي احنا قدمناها. يعني هيستكمل التحقيقات وهتستكمل القضيه. اه بالظبط، هتستكمل التحقيقات. استاذ عاطف مين اللي قال لك الكلام ده معلش؟
استاذ عاطف نظمي. عاطف نظمي، طب استاذن حضرتك بس تسيب لنا رقمه في الكنترول ونحاول برضو نتواصل معاه. انا بشكر حضرتك جدا استاذ وائل للمعلومات دي. في معلومه ثانيه؟ طبعا باكد ان الكاتدرائيه اعلنت ان الاحتفال الرسمي لشهداء مصر يوم الجمعه 11 يوم 11 وقصص البابا شنودة. طبعا احنا قصص البابا فرانكو الثاني بنشكره جدا على اهتمامه بماجيوس اكتوبر، نشكره جدا على اهتمامه وبوسع الشهداء وكان كنيسه الميلاد اكتوبر بما قدير على مجهودته. طبعا البابا حيوانين بحرمه في القداس الانبا رفائيل. تمام، انا اعلنت الخبر وحضرتك كنت وعدتنا انه ان شاء الله اللي عايز يدعم اي اسره من اسر الشهداء ان حضرتك هتنزل كل الاسماء وكل التليفونات، واحنا في انتظار ده يا استاذ وائل. اول ما تنزله على طول من فضلك ابعته لنا لزميلتنا في الاعداد في مصر من فضلك. وطبعا ربنا يكون معاكم وبجد بجد احنا بنحبكم كلكم وانتوا كلكم اخواتنا كل اسر الشهداء واحنا كلنا اسره واحده واحنا معاكم ألمنا ألمكم. وان شاء الله باذن ربنا نقول نفرح بانه يكون في القصاص العادل باذن الله. بشكرك يا استاذ وائل. باذن الله وبنشكر طبعا محبتكم. نشكرك جدا جدا وربنا يكون معاكم يا رب. طيب معانا اعتقد استاذ ايهاب من مينيسوتا. استاذ ايهاب اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مساء الخير يا دكتوره منى. مساء النور. تحياتي لحضرتك وبشكرك جدا على ان احنا بناخد بركه الشهداء وان انت كرستي لهم تقريبا الحلقه دي. ربنا يعوضك خير وبناشد كل القنوات الليبراليه والمسيحيه انها تكرس هذا الاسبوع عشان شهداء مسبيرو وشهداء مصر عامه. وبناشد الاداره المصريه بقول لهم اتعلموا من التاريخ، شعب مصر مش هيسكت. شعب مصر شعب عظيم، رمى مرسي في السجن لانه لم يقتص لدماء الشهداء ورمى. شوف هو بس مش شعب مصر بس يا استاذ ايهاب، عداله ربنا، عداله ربنا في عهد مبارك كانت تمت مجزره كنيسه القديسين وشفنا بعد 40 يوم حصل ايه في 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 عهد في مرسي. كان في الوقت اللي هم احنا عرفنا دلوقتي انك حتى في وقت المجلس العسكري كانوا هم بيجهزوا للتمكين، وقريت على حضراتكم البيان الخايب بتاعهم اللي بيقول لنا كان المفروض نصبر وبيدين الاقباط. فبالتالي واللي حصل كله برضو في عهد مرسي في السنه اللي فاتت دي كلها ربنا بيمد ايده، ده اللي احنا بنقوله. وكتير جدا حتى من اخواتنا، وانا اتذكر نواره نجم كان دايما تقول الكلمه دي، ما خلوا بالكم يا اللي بتحكموا مصر ولا يا اللي انتم مسؤولين، اللي بيجي على الاقباط المسيحيين ما بيستناش. صدقيني يا دكتوره منى، يعني هم ممكن يا الو حضرتك معايا؟ معاك اتفضل يا استاذ ايهاب اتفضل. ممكن صدقيني يعني يتصالحوا مع العداله الالهيه لو هم اقتصوا لدماء الشهداء ولو المجرمين دول تم تسليمهم للعدالة الأرضية، عشان بعد كده هيطلعوا للعدالة السماوية مش هيقدروا عليها. فقدامهم الفرصة وقدامهم الباب مفتوح، وإن ما هربوا من العدالة الأرضية على رأي حضرتك مش هيقدروا إطلاقا يهربوا من العدالة السماوية. اتعلموا زي ما قالت الدكتورة منى دلوقتي، شوفوا ارجعوا من أيام السادات لما جه على البابا ما كملش بعديها 40 يوم وحصل له ايه؟ مبارك لما تخاذل هو والعدل في محاكمة الشهداء بتاع اسكندرية حصل له ايه؟ ومرسي لما تخاذل حصل له ايه؟ والصورة اللي بشكرك عليها اللي عرضتيها للمشير طنطاوي، انا اسف ان اقول يا سيادة المشير شوف الفيلم اللي ده هتلاقي غضب ربنا نازل عليك، هتلاقي ان ربنا بيقول لك يعني سلم نفسك للعدالة. انا بشكرك يا استاذ ايهاب، اعتقد ان احنا كده وزي ما بتقول حضرتك الرساله اللي انت وجهتها انه فوقه وحاولوا ان انتوا تاخدوا الحكم اللي على الارض علشان ربنا يسامحكم في السماء، واعتقد دي كان نداء جميل جدا. بشكرك عليه يا استاذ ايهاب. معانا اعتقد الاستاذ جان، استاذ جان جرجس فكري اخو الشهيد سامح جرجس فكري. استاذ جان برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ نور.
اهلا بحضرتك. واحنا بعد عامين، تحب تقول ايه يا استاذ جان؟ وانه الى الان لم يعني ناخذ القصاص في دم الشهيد سامح اخوك. والله وانا شايف انه ما فيش جديد، التحقيقات زي ما هي، نعم القضاء زي ما هو، يعني مش عارف ازاي او عايزين ادله ايه تاني. يعني اخر مره احنا رحنا للمستشار ثروت حماد، قدمنا نعم بلاغات الكلام ده من سنه، بي بي بيطلبني انا اديله الدلائل، بيطلبني انا طب حلو، ما ك احنا عدينا المرحلة دي يا استاذ جان، وطلبكم انتوا طبعا، انتوا اللي تدوا له الدليل على ماشي، واديتوا له وجمعتوا له فيديوهات من يمين وشمال بتأكد انه لا هو كان زعر ولا هو ده، حاجات يعني ممنهجة كده او مترتب لها، ناس اخذت اوامر اهجموا على المتظاهرين دول واضربوهم تمام. وقتلوهم، يعني ده الاوامر شكلها كانت كده، وبالتالي ده كان واضح في كل الفيديوهات، وحضراتكم تفضلتم مشكورين وقدمت لهم الادله. تمام. بس منتظرين الكلام اللي كان بيقوله استاذ وائل، ان المحامي الاستاذ عاطف نظمي كان قال له ان التحقيقات هتكتمل باذن الله في الفتره اللي جايه، نتعشم هذا. أنا مش سامع حضرتك، معلش. بقول لحضرتك يا استاذ جين انه كان استاذ وائل معانا من شويه وقال لنا انه باذن الله اخو الشهيد، عفوا، فعلا اخو وائل صابر، اخو الشهيد ايمن صابر، كان بيقول انه الاستاذ عاطف نظمي المحامي قال لهم انه بناء على التقديم الادله اللي انتوا قدمتوها والفيديوهات وكله، ان شاء الله هيستكمل التحقيق بإذن الله احنا نعمل في كده. باذن الله. بس تابعوا سجان، انا بحط عليكم مسؤولية لانه انتوا كلكم كأسر الشهداء انتم المعنيين بالامر ده اول ناس، ما ينفعش مثلا انا هروح اتقدم واقول افتحوا التحقيقات تاني بصفتي اعلامية او اي حد تاني حتى حقوقيين، لازم تكونوا انتوا اللي عاملين ده الاول، وبالتالي احنا بنطالب وبنسندكم. تمام، احنا حضرتك شغالين وبنقدم بلاغات، وبرضه زي ما احنا مفيش جديد، وزي ما هي الهيمنه من الدوله مفيش جديد فيها. بس ده اللي اقدر اقوله. مش هنسكت، هتسكتوا ولا هتستمر؟ لا هنستمر طبعا، مش هنسكت. خلاص هنسكت هو في حاله واحده، لو ربنا سبحانه وتعالى خد روحنا يعني. ربنا يديك طولة العمر، وربنا يكون معاكم كأسرة وكل أسر الشهداء، وإن شاء الله زي ما قلنا إنه إن إيماننا المسيحي مش معناه إن إحنا ما نسعاش على إن إحنا ناخد حقنا، لا لازم نسعى وما نسكتش، وإن شاء الله حق الشهداء دول بالقصاص بإذن لا الله نشوفه قريب. حضرتك احنا مش هنتنازل عن حق الشهداء، ومش هنتنازل عن دمهم، ده طبيعي وده اساسي في كل اسر الشهداء على فكره، مش انا بس. تمام، أنا بشكرك يا أستاذ جان جدا، وربنا يعزيكم ويديكم السلام دايما والسلام لكل الأسر مش بس لأسرة حضرتك. طيب معانا كمان الأستاذ جورج مسعد ابن الشهيد مسعد مهنا، برحب بحضرتك أستاذ جورج. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ منى. أهلا بيك أستاذ جورج. حضرتك جورج ابن الشهيد مسعد مهنا، مسعد أحد شهداء مزبيرو وأحد مؤسسي اتحاد أسر شهداء مزبيرو. اهلا بيك استاذ جورج. طيب يعني انت من المؤسسين ومن الناس اللي مش بس انك ابن شهيد، لكن انت كمان لك عمل يعتبر سياسي وثوري، ايه الجديد يا استاذ جورج؟ يعني انا وصلت بس المعلومة من استاذ وائل انه في امل ان التحقيقات هتستمر، هل نفس المعلومة عندك ولا عندك معلومات تانية بعد مرور عامين؟ طبعا ان شاء الله التحقيقات هتستمر، وكمان في اعتقد دخول اشخاص جدد كمان في التحقيقات. بمعنى مين الأشخاص الجدد؟ حضرتك دلوقتي كان في بيان منصور من تحقيقات الشرطة العسكرية أيوة باسم العميد محمود محمد شلبي والمقابل كافي عزمي. لا بالراحة عليا، بالراحة عليا أستاذ جورج، معلش لأن أنا مش قدامي البيان ده دلوقتي، أنت بتقول في بيان تمام من اوكي. تحقيقات الشرطة العسكرية اللي كاتبه أو اللي مقدمه العميد؟ لا مش هو اللي قدمه، لا في إيداع شهادته، في إيداع شهادته أمام المحكمة العسكرية، إن هو كان متواجد في مزبيرو، فمن اسمه ايه ضمن العميد ايه؟ المتسببين اللي ما كانش أسمائهم ورد قبل كده. طيب اسمه ايه العميد ده؟ العميد محمود محمد شلبي. ايوه ومين تاني؟ والمقدم ياسر عزمي. اوكي قوة إدارة الشرطة العسكرية. ايوه طيب، والمقدم هل محمد اطلعت محمد، اتفضل كمل.
المقدم محمد احمد السيد خلف قائد السريه الخامسه شرطه عسكريه. ايوه طبعا بناء على ادلائهم بشهادتهم ان الناس كانت تحمل اسلحه، لان المسيره زي ما كل العالم شافها سلميه وبها عدد كثير من الاطفال والسيدات. طبعا بشهادتهم دي انا بطلب التحقيق معاهم هم كمان، ان هم من ضمن القاده اللي كانوا موجودين امام مسبيرو، واكيد لهم علاقه باطلاق الرصاصه الحيه على المتظاهرين، واكيد لهم علاقه بعمليه البحث. يعني شهاده الثلاثه دول، الثلاثه كانوا قالوا ان الاعباط معهم اسلحه. اه مع اداء شهادتهم هم طبعا. فبالتالي حضرتك امام مبنى مسبيرو شهدنا كذا وكذا 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 امام النيابه العسكريه. طيب المفروض مواجهتهم بالفيديوهات والادله، الفيديوهات والادله اللي انتوا قدمتوها، انه ان لما العربيات دهست الناس دي، لا احنا شفنا في ايد واحد سلاح ولا احنا شفنا اي حاجه، والفيديوهات يقدروا يعرضوها بالبطء الشديد جدا، وهنقدر نشوف انه كل اللي بيقولوه ده كده كان كذب الحقيقه. طبعا واحنا قدمنا كمان فيديوهات تانية، اعتراف من جندي القوات المسلحه من داخل الاتوبيس هيئه نقل القوات المسلحه، كلنا شفناه. اديته بطلقه في صدره، والناس وسقفوا له وهللوا والله اكبر وبرافو عليه. الله اكبر تمام. كل الادله دي قدمناها. تمام. طب احكي لي شويه. التحقيق مش هيتقفل يعني. باذن الله. الشهيد مسعد كان يعني عندي كده نبذه عنه، بس انا عايزه حضرتك اللي تحكي لي عنه، لانه واضح انه كان في مقوله بيقولها والكلام ده كله، يعني قول لي. مقوله شهيره. هو كان تاجر ملابس جاهزه، وكان شغلته سعد مهني. وطبعا مع مرور احداث الاضطهادات العباط وقصف البنات وحرق الكنائس وهدمها، وبعد احداث القديسين وتولى الاحداث طبعا، فهو كان مع النزول الدائم في المظاهرات والاعتصامات، كان بينزل كمان من وقت متاخر. يمكن انا عرفت الكلام ده من الناس كانت في مسبير، ولما شافت صورته يعني ما كانش بيبلغنا ان هو في مسبير عشان ما نقلقش عليه. وكان بعد سحل رائف، يعني هو لما نزل ساعه سحل رائف يوم الثلاث واحنا كنا معترضين، فقال لك ايه المشكله لما ننزل العباط كلها ينزلوا وان شاء الله يموت او يستشهد من يوم افتي، يكفي ان الباقي اللي ورانا هيعيش بكرامه ورافع راسه، لان احنا ما خفناش من حد ونزلنا طردنا بحقوقنا زي اي مواطن مصري. مقولة قوية يعني جدا، يعني انه ان هننزل وعشان كلنا كل الاقباط بعد كده يعيشوا بكرامة ان شاء الله لو استشهد مليون واحد. فعلا كان يعني كان شجاع الحقيقه، واستشهد وفعلا ساب وراه، سابنا عايشين فعلا بكرامه، وبنطالب وهنفضل نطالب بحقه. كان عنده كام سنه يا استاذ جورج؟ 54 سنه. 54. وانتوا كام الاسره، كام اخ واخت؟ انا واخويا ابانوب، وفي اختي مريم واختي مارينا الصغيره. اربعه يعني. اربعه. طيب احنا اتكلمنا عن كل ده، قول لي انت لمست ازاي ايد ربنا في حياتكم في الفتره بعد ما استشهد الشهيد مسعد والدك؟ صدقيني طبعا انا يعني انا دي جت صدمه كبيره. طبعا هو شهيد عند ربنا، واكيد ده حاجه ما فيهاش اي كلام. بس طبعا كانت صدمه علينا، ان انا كنت كمان خصوصا قاعد معاهم السبت في الجيل قبل الحادثه على طول، وبنهزر مع بعضينا وبنضحك وكل حاجه. اتفاجئت يوم الاحد ان هو مش موجود. اتصل باخويا كان في المسيره، قال لي بابا انا مش شايفه. طب ايه الموضوع؟ قعدت طبعا الف. لما ثاني يوم، يوم الاثنين، دخلت المشرحه، فطبعا شفته في منظر البث ده، كانت صدمه صعبه علينا كلنا، يعني عليا وعلى والدتي وعلى اخواتي. فبس نشكر ربنا يعني صبرنا ان هو شهيد في السماء، ده حي مش ميت. وبعدين في من ضمن زيارات الدير، جه بعد زياره الدير كنت انا نفسيتي تعبانه شويه، ف زرنا في البيت هو، وطمنا بنفسه ان هو لسه عايش يعني ما تقلقش. والدك؟ اه. يعني جالكوا في رؤيه يعني؟ لا يعني اخويا اللي شاف، لان اخويا كان الوحيد اللي قاعد، شافه دخل، شاف نور دخل من الباب الشقه. اليوم ده كان هو قاعد برضه بالليل بعد زياره الدير عمال يعيط، فشاف نور دخل من باب الشقه على الاوضتين اللي جوه، وهو خارج حط ايده على رجله وقال له غمض عينيك ونام ما تخافش، وخرج.
بس عشان كده احنا بنقول ارواحهم دايما معانا وبيصلوا من اجلنا، وزي ما بنقول ان ربنا اكيد بيقف جنبيكوا وجنب كل الاسر وبيعزي وبيدي العزاء، أكيد وزي ما طبعا. بنقول ان بتبقى تجربة على قد الاحتمال، عشان كده انتوا احتملتوها وعشتوا في سلام. نشكر ربنا ربنا يكون الحمد لله، معاكم. هو صبرنا. وبعدين في معجزات بيعملها تاني مع ناس بتحكي بالصدفه، يعني اخر معجزه زميله اختي انقذها من خطف في مسيره الاخوان، دي حاجه حاجات شدتها لورا، هي بالليل كانت حلمت بيه، هي ما تعرفش والدي بس معاها صوره. فتاني يوم بتحكي لاختي فبتقول لها والدك كان معايا طول الليل، فبتقول لها ازاي؟ قالت لها ده حصل ان شفت ناس كتير بتقول وكانوا جايين عليا، فراح هو واقف قدامي وقال لي ما تخافيش انا هقف لهم. تاني يوم فعلا كانت تقريبا جايه من عين شمس، فكان في مظاهره، في ميكروباص عدى وكان هيشدها وحاجه شدتها لورا فعلا. طيب عموما دايما بنقول انه ربنا موجود بيحافظ عن ولاده، وزي ما بنقول انه دايما ارواحهم بتكون معانا، وهم فعلا في كتير جدا بنقول انه كانت حياتهم حتى على الارض بتشهد ليهم بالقداسة. بنشكرك جدا استاذ جورج، وربنا يعزيكم ويديكم السلام دايما كل اسر وكل اسر الشهداء معاكم. معانا كمان الاستاذة دولة، اهلا بيكي اتفضلي. الو، اهلا بيكي استاذة دولة اتفضلي. اهلا اهلا دكتوره منى، ازيك؟ الحمد لله. يعني انا عايزه اقول حاجتين ثلاثه كده اهو. يعني المذبحه بتاعت مسفيرو دي حصلت ايام طنطاوي، وكان معاه حمدي بدين، وكان معاه ما ننساش ابراهيم الضماطي. عملوا فيهم ايه؟ الشرطه العسكريه بعتوا حمدي بدين ودوه الصين، سفير هناك بعتوه، ابراهيم الضماطي خلوه مدير الشرطه العسكريه، يعني ما عملوا لهمش اي حاجه. واحنا بنحملهم دول الاثنين مع طنطاوي المذبحه دي، لدرجه انه يعني بيتقال دايما ان الجنود ما يقدروش يدهشوا اي متظاهر من غير ما ياخدوا اوامر. طيب من يعني احنا قلنا الاستاذه دولة، احنا انا من شويه قلت الامر من ابراهيم الضماطي، وكانوا طيب بيركعوا تحت رجلينهم علشان ينهوا المجزره دي وينهوا على الاقباط. يعني ده حتى فين ابونا متياس من المجزره دي؟ كنا عاوزين نسمع نشوف كلامه يقول لنا، يحكي ان هو كان حاضر الحكايه دي من اولها. كلهم حكوا على فكرة، كل اللي كانوا موجودين حكوا وقالوا شهادة الحق بأن هم اللي بدأوا الهجوم عليهم، وشفنا الفيديوهات اللي بتوثق كل ده. احنا مش هنذاعها تاني، يمكن كلنا فاكرين يا استاذة دولة، احنا مش ناسيين. ايوه عاوزين نعرضها اكتر واكتر يا دكتورة منى دلوقتي، عايزين العالم كله يشوف كل حاجة للطبيعة. العالم شافها، وانا وعدك ان احنا ممكن نجهزها ونعرضها تاني، بس اللي انا اقصده دلوقتي احنا بناء على كل ده عشان نوريه للعالم مش هو المهم. احنا لازم بكل ده نفتح التحقيق التاني. دكتورة منى يعني دلوقتي انا عايز ارشح نفسه، ازاي؟ لا 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 انسي استاذة دولة، مش هيحصل الكلام ده، انت ما خدتيش بالك. هو ما كانش حاضر اكتوبر، لانه بعد تصريحاته الغريبه اللي كان صرح بيها في الصحف ومذكراته والكلام العجيب اللي كتبه، هو دلوقتي يعني حطوه على جنب كده، فمش ممكن الكلام بتاع ترشيحات والكلام ده كله. انا اشوف ان الاخوان المسلمين كان ليهم ايد في المجزره دي يا دكتوره منى، لازم يتقلنا يا استاذ ده دولة، استاذه دولة، عشان يسلموهم البلد. معلش، ما احنا ما نقول لازم التحيات تقول لنا ده، لو هم عندهم اثباتات يقنعونا بيها يقولوا لنا، لكن احنا نقول لا. مش هيقولوا، لازم الكنيسه تكتب مذكرات، والاسس والناس اللي كانت حاضره المجزره دي تتكتب مذكرات وتتبعت للسيسي، لان السيسي طيب دلوقتي انا بشكرك جدا على كل فكره، عشان يقولها. بشكرك، وانا عارفه يعني تقصدي ان دور الكنيسه كمان، في ان هي وده دور الكنيسه ان تدافع عن حق اولادها، وكل المؤسسات والهيئات وكلنا محتاجين ان احنا ندافع عن هذا الحق. يمكن انا بس قبل الفاصل كان في اعتقد صوره من وقت شهاده، من وقت احداث الشهداء، وقت اعتقد ثانيه واحده كده، عشان كاريكاتير لدقلديانوس وبيكلم التاريخ وهو بيكتب عن عصر دقلديانوس، عصر الشهداء، ودقلديانوس رقم 26، ودقلديانوس بيقول له هو انت ما شفتش مذابح القرن العشرين زي كنيسة القديسين ومسبيرو؟ ما زلنا زي ما بنقول كنيستنا بترتوي بدماء الشهداء. يعني انه فعلا التاريخ، وهو بيوثق عصر دقلديانوس بكم الشهداء اللي رووا كنيستنا واللي على اساسها قامت كنيستنا القبطيه، ما زالت حتى في القرن العشرين بنقول ان ما زالت هناك مذابح كثيره جدا، ومش بس القديسين ومسبيرو ومبابا وكل اللي عدى علينا. وزي ما بنقول انه دي الكنيسه،
ده فعلا البخور اللي موجود في الكنيسة هو دماء الشهداء واللي بتتبني عليها كنيستنا واللي بتقوي إيماننا أكتر وأكتر وأكتر. فسنظل نشكر نذكر شهدائنا، شهداء أحداث مسبير وقبلها القديسين، كل الأحداث وكل الشهداء اللي استشهدوا في كل الأحداث، ومش هنسكت وهنفضل ونعلي صوتنا ونقول عايزين حق الشهداء، عايزين القصاص من اللي تسبب في هذه المذبحة، مذبحة مسبير وقبلها مذبحة القديسين. ما ينفعش إن اللواء محمد إبراهيم يطلع علينا ويقول إنهم عرفوا الحادث اللي حصل، اللي هو كان حادث محاولة اغتياله، ونشكر ربنا خرج منه بسلامة من غير إصابات، لكن في ناس تاني ماتوا، لكن وهيعلن عن اللي قاموا بهذا العمل الإرهابي، وقال إنه 3 مصريين تقريبا و2 فلسطينيين، وده الحادث لسه اليومين اللي فاتوا، يعني ما عداش عليه كتير، والأحداث بتاعت ماسبيرو، مجزرة ماسبيرو ومجزرة القديسين لغاية النهاردة مش عارفين مين اللي كان متسبب فيهم. أعتقد إن ده محتاج من وزير الداخلية وقفة، من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقفة، وشهداءنا شهداء ماسبيرو قدمناهم للسماء، لكن أرواحهم عايشة معانا ومش هننساهم أبدا، وإن شاء الله ربنا موجود. يا ريت لو زميلنا، أنا برجوك بس معلش الفاصل، لو تجهزوا لنا ترنيمة ربنا موجود بتاعت أبونا موسى، يكون أكون شاكرة جدا. وإن إحنا بنقول إن فعلا كان لينا ناس قريبين مش ممكن ننساهم، لكن عزقنا ان ربنا موجود. وما بننساش برضو كلمة قداسة البابا، قداسة البابا شنودة، لما بيقول انه كان جملته الشهيرة انه كله للخير مصيرها تنتهي، ربنا موجود. ربنا موجود ده شعارنا، وشعار كان بيستخدمه قداسة البابا بابا شنودة، وجي كمل قداسة البابا توادرس، والمحبة لا تسقط ابدا. في فرق بين ان انا بحبك، وفي فرق بين عدوي قال لي انت قتلت اخواتي بحبك، لكن لازم القصاص ياخد مجراه. بحبك وبصلي من اجلك ان ربنا يفتح عينيك عشان حتى تكون عندك الشجاعه انك تعترف بان انت اللي قمت بهذا العمل الفظيع، وانك انت حتى لو اديت امر، انت اديت امر بقتل ناس ابرياء. ربنا موجود.